أول خبر معانا النهاردة، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة بالنادي الأهلي علق على قرعة دوري أبطال أفريقيا وقال الأهلي اتحط في مجموعة قوية جدا مع الهلال وسان داونز، خصوصا وإن المجموعة عبارة عن كتاب مفتوح قدام بعضها من كتر المواجهات اللي اتقابلوا فيها في آخر مواسم البطولة. وقال برضو إن القطن الكاميروني مش هيكون منافس سهل خالص، لأن مستويات الفرق في بطولة دوري أبطال أفريقيا بتزيد صعوبة كل سنة، وده بيدفع للأهلي العمل بقوة عشان يحقق أهدافه في التتويج باللقب إن شاء الله. يمكن مظبوط، يمكن هو كلمة كتاب مفتوح هي الأكثر تعبيرا عن مجموعة الأهلي. ربنا يوفقهم وإن شاء الله نستعيد اللقب الأغلى على كل الأهلوية.